بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم معايا على قناه اميره وكروشيه. معاكم مرفت ياقوت، ادمن جروب كروشيه الاميرات. في فيديو النهارده ان شاء الله هنشتغل مع بعض وحده مربعه شكلها حلو جدا ورقيق، وكمان سهله جدا في شغلها. الوحده دي كل ما بنزلها على الفيس بتطلب مني فيديو كتير جدا، فقلت اطبقها معاكم النهارده باذن الله. وفي الفيديو الجاي هنشتغل مع بعض باقي الوحده وطريقه التشبيك، عشان لو حبيتي تعملي منها مفرش وحدات تقدري تطبقيه بسهوله. طول ضلع الوحدة هنا 23 سنتي، يعني يعتبر حجمها كبير. فانت تقدري تعتبري الوحدة وحدة، تعملي منها مفرش وحدات لترابيزة سفرة او ترابيزة انتريه، لمفرش سرير، لبوفيه، زي ما انت عايزة. وكمان تقدري تعتبريها مفرش كده لوحدها لو حبيتي تعملي مفرش لنيش او مفرش لكومودينو، ترابيزة صغيرة. هي حجمها حلو جدا وسهلة جدا في شغلها. انا ان شاء الله في الفيديو جاي هشتغل معاكي طريقه التشبيك، وبعد ما بنشبك الوحدتين في بعض هنشتغل حواليهم كنار بيدي شكل جميل في نهايه المفرش. فانت في الوقت ده لو حبيتي تعملي مفرش وحدات هتشبكي معايا وبعد كده هتشتغلي الكنار. اما لو حبيتي تكبري الوحده عن كده، يعني لو حبيتي تعملي مفرش لوحده كده وعايزاه اكبر، فهتشتغلي بعد الجزء ده هتشتغلي الكنار، وبكده هيكبر معاكي وهيبقى شكله جميل. وطبعا انت ممكن تعملي من الوحده، غير ان انت تعملي منها مفارش، ممكن تعملي منها خدديه، تعملي منها شنطه. وانا منزله لك صور برضو للتطبيقات في الخدديه وتطبيقات في الشنطه، عشان لو حبيتي تطبقي زيها تطبقي. الخيوط اللي هتستخدميها اي خيوط تكون قطن او صوف، حسب ما انت عايزه تشتغلي للصيف او للشتاء. اهم حاجه تكون متوسطه السمك او رفيعه، وكل ما كان الخيط ارفع كل ما كانت نتيجته في الشغل اكمل. يلا بينا نبدأ مع بعض ان شاء الله في شرح الوحدة. وقبل ما نبدأ، لو لسه ما اشتركتيش في القناة ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. وكمان لو شفتي الشرح وعجبك ما تنسيش تدوسيلي لايك وتكتبيلي تعليقك ورأيك في الشرح. يلا بينا نبدأ مع بعض ان شاء الله في تنفيذ الوحدة. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة بتعملي عقدة البداية وبتشتغلي 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6. هتدخلي جوه اول سلسله وتقفليه بمنزلقه، يعني بتدخلي الابره كده جوه السلسله وبتسحبي الخيط وبتعديه من على اللفتين اللي على الابره بسحبه واحده. السطر الاول عندنا عباره عن 16 غرزه حشو. اول السطر بترتفعي سلسله، والسلسله دي سلسله ارتفاع، يعني مش بتتعدي معانا غرزه حشو. وهتدخلي كده جوه الحلقه وتبقي واخده معاكي كده الخيط تحت الشغل عشان تقفليه بالمره. وهتشتغلي اول غرزه حشو، تسحبي اللفه كده، بيبقى عندك لفتين على الابره، بتاخدي اللفتين مع بعض بسحبه واحده، دي كده غرزه الحشو. هتدخلي كده وتسحبي اللفه، وبنشتغل تاني غرزه حشو، تاخدي اللفتين مع بعض كده بسحبه واحده. هتدخلي كده وتشتغلي تالت غرزه حشو، كده 4 5 6، وهتكرري لحد ما يبقى عندك 16 غرزه حشو. بعد ما كررتي واشتغلتي وبقى عندك 16 غرزة حشو، هتدخلي كده ما بين سلسلة الارتفاع وغرزة الحشو الاولى، وبتسحبي الخيط وبتعديه من على اللفة اللي على الابرة منزلقة. كده انت قفلتي السطر الاول اللي كان عبارة عن ارتفاع سلسلة و16 غرزة حشو. هتسحبي بقى الخيط ده، خلاص كده احنا كده كده مقفلين تحت الشغل، هتقصيه بالمقص وكده يبقى قفلني. السطر التاني احنا عندنا الوحدة عبارة عن 4 اجزاء، الجزء الواحد بيتكرر معاكي 4 مرات. فانا هنا هشتغل السطر ده كله معاكي كامل، عشان السطر ده عايز تركيز كده عشان ما يطلعش غلط. اول حاجه انت هترتفعي سلسله وهتعتبريها سلسله ارتفاع، يعني مش هتعتبريها غرزه حشو. وهتدخلي كده على اول غرزه حشو تشتغلي عليها غرزه حشو، على تاني غرزه حشو بتشتغلي غرزه حشو، وعليها غرزه بيكو من 3 سلاسل، يعني بتشتغلي 3 سلاسل، وبتدخلي كده على اللفتين بتوع غرزه الحشو، وبتسحبي اللفة وبتعديها من على اللفة اللي على الإبرة، الدايرة الصغيرة دي اسمها غرزة بيكو. تمام، يبقى احنا كده اشتغلنا على تاني غرزة حشو غرزة بيكو من 3 سلاسل. غرزة الحشو التالتة بتشتغلي عليها غرزة حشو، والرابعة بتشتغلي عليها غرزة حشو. يبقى احنا كده اشتغلنا 4 غرز حشو. هتشتغلي بعد كده 3 سلاسل، والجزء ده هو اللي بيفضل يتكرر معاكي. احنا عندنا 16 غرزة حشو، هنشتغل عليهم 16 غرزة حشو بنفس الطريقة كده. اول غرزه حشو هتقابلك هتشتغلي عليها غرزه حشو، الثانيه بتشتغلي عليها غرزه حشو عليها بيكو من 3 سلاسل، يعني بتشتغلي كده 3 سلاسل، وبتدخلي على اللفتين بتوع غرزه الحشو، بتسحبي اللفه
وبتعديها من على اللفة اللي على الإبرة كده، انت قفلتي غرزة البيكو. يبقى اشتغلنا على تاني غرزة حشو وغرزة بيكو، على التالتة غرزة حشو، وعلى الرابعة غرزة حشو، وتلات سلاسل. وهو ده الجزء اللي بيتكرر معانا، بنشتغل على أول غرزة حشو تقابلنا غرزة حشو، على التانية غرزة حشو عليها غرزة بيكو من تلات سلاسل، واحد اتنين تلاتة، وبندخل على اللفتين ونسحب اللفة وبنعديها من على اللفة اللي على الإبرة، تمام. وبعد كده بنشتغل غرزتين حشو، واحد اتنين. يبقى احنا كده اشتغلنا تالت أربع غرز حشو، فاضل لنا بس كده أربع غرز حشو. الأول بنشتغل تلات سلاسل، تمام، والفرق بين الأربع غرز حشو والأربع غرز حشو تلات سلاسل. هتدخلي كده على أول غرزة حشو تشتغلي غرزة حشو، والتانية بتشتغلي عليها غرزة حشو عليها بيكو، واحد اتنين تلاتة، وبتقفلي غرزة الحشو كده غرزة البيكو بمنظلك. فاضل عندنا غرزتين حشو، هندخل على غرزة الحشو التالتة تعتبر نشتغل عليها غرزة حشو، وعلى الرابعة بنشتغل غرزة حشو، تمام. وكده احنا فاضل لنا التلات سلاسل بس، احنا في اخر السطر مش بنشتغل تلات سلاسل، هتشتغلي سلسلة واحدة بس، وهتقفلي السطر بنص عمود ما بين سلسلة الارتفاع وغرزة الحشو. تدخلي كده والنص عمود بيبقى عندك تلات لفات على الابرة، بتاخدي التلات لفات مع بعض كده بسحبة واحدة. فاحنا كده اشتغلنا النص عمود قيمته قيمة ارتفاع سلسلتين، والسلسلة يعتبر كده اشتغلنا برضو تلات سلاسل في اخر السطر. بس اللي استفدناه ان احنا في السطر الجاي هنبقى في نص السلاسل، ومش هنحتاج نعمل منزلقات عشان نوصل لنص السلاسل. وده كده شكل السطر التاني عندك، وانت عندك الجزء عبارة عن اربع غرز حشو على تاني واحدة فيهم عليها غرزة بيكو، وبعد الرابعة في تلات سلاسل، والجزء عندك مكرر اربع مرات. هنعد بقى ايه من اول غرز البيكو عشان يبقى سهل علينا. عندك كده واحد اتنين تلاتة اربعة، السطر الثالث. واحنا عندنا السطر الثالث هنشتغل جوه الثلاث سلاسل عمود، خمس سلاسل عمود، وبعد كده بنشتغل خمس سلاسل. هو ده الجزء اللي بيتكرر معانا. فانت في اول السطر بترتفعي ثلاث سلاسل، ودول بنعتبرهم عمود اشتغلناه جوه الثلاث سلاسل. وبعد كده بتشتغلي ثلاث سلاسل، بتشتغلي خمس سلاسل، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة. يعني احنا أول السطر اشتغلنا تمن سلاسل، منهم تلات سلاسل ارتفاع عمود. هتاخدي لفة على الإبرة وتدخلي كده، يعتبر احنا دخلنا جوه التلات سلاسل، وهتشتغلي عمود، تمام. يبقى احنا كده يعتبر اشتغلنا جوه التلات سلاسل عمود، خمس سلاسل عمود. بتشتغلي بعد كده خمس سلاسل، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، وبتكرري. بتعدي كده من فوق غرزة البيكو وبتدخلي جوه التلات سلاسل، تشتغلي جواهم عمود وخمس سلاسل، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، وبتدخلي تاني جوه التلات سلاسل بتشتغلي عمود، تمام. وهو ده الجزء بقى اللي هيفضل يتكرر معاكي، ان انت هتشتغلي بعد كده خمس سلاسل، وهتشتغلي جوه التلات سلاسل عمود، خمس سلاسل عمود. هتكرري كده، واخر السطر هتشتغلي خمس سلاسل، وهنيجي نقفل السطر مع بعض. اخر السطر بعد ما كررتي الجزء اللي اشتغلناه مع بعض واشتغلتي الخمس سلاسل، هنا بتقفلي السطر على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. بتعدي كده من تحت لفوق سلسلة اتنين، وجوه التالتة بتقفلي بمنزلقة. وكده احنا يعتبر اشتغلنا المنزلقة على العمود باعتبار ان التلات سلاسل دول عمود. وده كده شكل السطر التالت عندك، وزي ما انت شايفه اتحول عندنا السطر لشكل مربع، وبقت الوحده مربعه معانا، تمام. وهنا غرز البيكو زي ما انت شايفه كده عطشه شكل جميل في تاني سطر. احنا دلوقتي هنشتغل مع بعض السطر الرابع، وزي ما انت شايفه كده الوحده عندنا عباره عن اربع اجزاء، الجزء بيتكرر معانا اربع مرات. فانا هشتغل معاكي جزء وانت هتكرريه بنفس الطريقه لحد اخر السطر. واول ما بشتغل معاكي الجزء بشتغل ارتفاع ثلاث سلاسل، لما بتيجي تكرري بتشتغلي عمود بدله، تمام. السطر الرابع هيمشي معانا عباره عن تسع اعمده، والاعمده هنا بلفه، وبعد كده بنشتغل ثلاث سلاسل غرزه حشو ثلاث سلاسل بالطريقه اللي هتشوفيها دي. اول السطر بترتفعي تلات سلاسل، واحد اتنين تلاته، ودول كده بنعتبرهم عمود اشتغلناهم على اول عمود. جوه الخمس سلاسل هتشتغلي سبع اعمده، هتدخلي كده وتشتغلي سبع اعمده، واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه. فكده بقى عندنا 8 أعمدة باعتبار إن الثلاث سلاسل ارتفاع عمود، تمام. على العمود الثاني اللي بعد الخمس سلاسل
بتشتغلي عمود، فكده كملوا معانا 9 أعمدة، عمود على أول عمود و7 أعمدة جوه السلاسل، وبعدين عمود على تاني عمود. بنشتغل بعد كده 3 سلاسل، 1 2 3، وبتدخلي جوه ال5 سلاسل اللي فوق تحتها غوزة البيكو، وبتشتغلي غوزة حشو، بتوسطني شغلك كده، أو ممكن تدخلي جوه السلسلة رقم 3 لو مش هتعرفي توسطني. تمام، وهتشتغلي بعد كده 3 سلاسل. تمام، وهتتكرري، هتروحي على العمود، هو ده بقى اللي هنا هيبقى عمود، احنا في اول السطر بيبقى 3 سلاسل، وهتدخلي تشتغلي بعد ما اشتغلتي عمود على عمود، هتشتغلي جوه ال5 سلاسل 7 أعمدة وعمود على العمود، وبتكرري، وهو ده الجزء اللي بيتكرر معاكي عبارة عن 9 أعمدة، 3 سلاسل حشو، 3 سلاسل اخر السطر. بعد ما كررتي الجزء اللي اشتغلناه مع بعض واشتغلتي ال3 سلاسل حشو 3 سلاسل، هتدخلي على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع، وبتقفليه بمنسلق، وده كده شكل السطر الرابع. السطر الخامس، واحنا عندنا هنا فوق ال9 أعمدة هو ده الجزء اللي هيكون فوقيه الأنانيسة. تمام، فانتي هنا في أول السطر هترتفعي 3 سلاسل، ودول كده بنعتبر اشتغلنا عمود على أول عمود، وبتشتغلي سلسلة، والسلسلة دي فرق ما بين العمود والعمود اللي بعده، واحنا هنا هنشتغل على 9 أعمدة على كل عمود عمود وبعده سلسلة، فهتدخلي على تاني عمود تشتغلي عمود وبعده سلسلة، كده يعتبر ده التالت، هتشتغلي عليه عمود وبعده سلسلة، على اللي بعده عمود سلسلة عمود وسلسلة، وعلى كل عمود بتشتغلي عمود وبعده سلسلة، فبيبقى عندك 9 من الأعمدة و8 من السلاسل من السلسلة. تمام، كده احنا اشتغلنا على 9 أعمدة على كل عمود عمود وبعده سلسلة. بعد العمود التاسع بتشتغلي 3 سلاسل، وبتبتدي تكرري، بتروحي على العمود الاول من ال9 وبتشتغلي عليه عمود وبعده سلسلة، وزي ما انت شفتي الجزء سهل خالص اهو، هتشتغلي على كل عمود من ال9 عمود وبعده سلسلة، وبعد العمود التاسع بتشتغلي 3 سلاسل وبتبتدي تكرري، وهو ده الجزء اللي بيتكرر معاكي لحد اخر السطر. اخر السطر، بعد ما كررتي الجزء اللي اشتغلناه مع بعض واشتغلتي 3 سلاسل، هتدخلي على تالت سلسلة، وهيبقى فاضل عندك بعدها سلسلة اللي هي الفرق بين العمود والعمود اللي بعده، يعني ما تغلطيش وتدخلي تقفلي على اخر سلسلة. تمام، وبكده كمل معاكي الجزء، وده كده شكل السطر الخامس. السطر السابع، واحنا في السطر السابع هنبدأ نشتغل في الأناناسة، والأناناسة هنا بغرزة الكلاستر، وغرزة الكلاستر من 3 أعمدة، وغرزة الكلاستر اللي هي اسمها كلاستر أو عنقود أو حمصة. اول حاجه انت هتدخلي جوه السلسله بمنزلق عشان تبقي جوه السلسله كده وتشتغلي جواها غوزه الكلاستر. اول السطر هترتفعي سلسلتين، والسلسلتين دول بنعتبرهم عمود، وبنشتغل سلسلتين بس عشان في اول السطر من غوزه الكلاستر بنشتغل سلسلتين عشان يطلع الشغل معانا مظبوط. هنا بقى بتدخلي تشتغلي اول غوزه كلاستر، بتاخدي من العمود لفتين وتسيبي لفه، وتدخلي تشتغلي العمود التاني تاخدي منه لفتين وتسيبي لفه، واحنا هنا عشان اول السطر هيبقى عندنا 3 لفات بس، بتاخديهم الـ3 مع بعض. تمام، احنا اول السطر بيبقى عندنا 3 لفات بس عشان اللفة الاساسية بنعتبرها اول عمود. هتشتغلي بعد كده سلسلتين، وهيمشي معاكي الجزء ده، احنا عندنا 8 من السلسلة هنشتغل جواهم 8 غرز كلاستر، ما بين كل غرزة وغرزة سلسلتين، فانت بتدخلي جوا السلسلة اللي بعدها وتشتغلي غرزة الكلاستر، وغرزة الكلاستر هنا من 3 أعمدة، فبتشتغلي اول عمود تاخدي منه لفتين وتسيبي لفه، وتاني عمود تاخدي منه لفتين وتسيبي لفه، تالت عمود تاخدي منه لفتين وتسيبي لفه، هنا بقى بيبقى عندك 4 لفات على الابره عشان لفه اول عمود موجوده هي والاساسيه، هتاخدي ال4 لفات مع بعض كده في سحبه واحده، وبتشتغلي سلسلتين كده، انت قفلتي غرزه الكلاستر وده شكلها. تمام، انا هشتغلها بقى معاكي مره وانت هتكرريها لحد اخر سلسله عشان ما نطولش الفيديو. هتدخلي كده وتشتغلي تالت غرزة كلاستر، تاخدي من اول العمود لفتين وتسيبي لفة، تاني عمود تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة، وتالت عمود بتاخدي منه لفتين وتسيبي لفة، عندك 4 لفات على الابرة، تاخدي الـ4 كده مع بعض بسحبة واحدة، وبتشتغلي بعدهم سلسلتين، وهتكرري كده جوه كل سلسلة، هتشتغلي غرزة كلاستر من 3 أعمدة وبعدها سلسلتين، وهنيجي نكمل مع بعض. بعد ما اشتغلت جوه كل سلسلة غرزة كلاستر من 3 أعمدة وبعدها سلسلتين، فاحنا هنا الإجمالي عندنا بقى 8 من غرزة الكلاستر و7 من السلسلتين، يعني عشان ما بين كل غرزة كلاستر والتانية سلسلتين، فبقى عندنا
7 من السلسلتين. هتعدي كده بقى عدد غرز الكلاستر، هتلاقي عندك 1 2 3 4 5 6 7 8، 8 من غرز الكلاستر و7 من السلسلتين. 1 2 3 4 5 6 7. بعد كده بتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3، وبتبدأي التكرار. بتدخلي جوه كل سلسلة تشتغلي جواها غرزة كلاستر من 3 أعمدة وبعدها سلسلتين، يعني الجزء ده كده اللي هيكرر معاكي لحد آخر السطر. آخر السطر بعد ما كررتي الجزء اللي اشتغلناه مع بعض، احنا هنا المفروض ما بين الجزء والجزء اللي بعده بتشتغلي 3 سلاسل، فاحنا في آخر السطر هتشتغلي سلسلة واحدة بس، وهتاخدي لفة على الإبرة وهتدخلي كده على غرزة الكلاستر مطرح ما قفلش الأعمدة، وبتقفلي السطر بنص عمود، يعني بتسحبي اللفة كده ويبقى عندك 3 لفات على الإبرة، بتاخدي ال3 لفات كده مع بعض بسحبة واحدة. يبقى احنا كده قفلنا السطر بسلسلة وعملنا نص عمود على غرزة الكلاستر، والنص عمود قيمته قيمة سلسلتين، فكده يعتبر برضو اشتغلنا 3 سلاسل. بس استفدنا ان في السطر الجاي هنبقى في نص السلاسل ومش هنحتاج نعمل منزلقات. وده كده شكل السطر السادس معاكي. وانت في السطر السادس بتتأكدي كده ان عدد غرز الكلاستر في كل جزء عبارة عن 8 غرز كلاستر ما بين كل غرزة وغرزة سلسلتين، عشان ما تكونيش ناسية غرزة او مزودة غرزة وتضطري بعد كده لما توصلي لاخر السطور تفكي الشغل من تاني. فبتتأكدي كده ان كل جزء عندك فيه 8 من غرز الكلاستر ما بين كل غرزة وغرزة سلسلتين. السطر السابع هنشتغل جوه ال3 سلاسل عمود، 3 سلاسل عمود، والأعمدة هنا هتبقى بلفتين عشان دي هتبقى معانا هي زاوية المربع، فالأعمدة فيها هتبقى بلفتين. فانت في أول السطر بترتفعي 4 سلاسل، 1 2 3 4، ودول كده بنعتبرهم أول عمود بلفتين. وهتشتغلي بعدهم 3 سلاسل، ودول فرق ما بين العمود والعمود اللي بعده، يبقى انت كده اشتغلتي 7 سلاسل، أول 4 سلاسل منهم ارتفاع عمود بلفتين. هنا بقى بتاخدي لفتين على الإبرة وبتدخلي يعتبر كده جوه ال3 سلاسل تشتغلي تاني عمود بلفتين، بتدخلي كده وتسحبي اللفة والعمود أبو لفتين، بيبقى عندك 4 لفات على الإبرة، تاخدي عدد لفاتهم كده على 3 مرات، لفتين لفتين لفتين، تمام. فاحنا كده يعتبر اشتغلنا جوه ال3 سلاسل عمود بلفتين، 3 سلاسل عمود بلفتين. هتشتغلي بعد كده 3 سلاسل، يعني الفرق ما بين العمود وما بين غرز الكلاستر اللي هنشتغلها دلوقتي 3 سلاسل. وهتاخدي لفة على الإبرة، تمام، وهنا الأعمدة بتاعت غرز الكلاستر بلفة واحدة بس، فهتدخلي كده جوه السلسلتين وهتشتغلي غرزة الكلاستر زي غرزة الكلاستر اللي اشتغلناها تحت، بتاخدي من كل عمود من ال3 لفتين وبتسيبي لفة، بيبقى عندك 4 لفات، بتاخدي الـ4 كده مع بعض، وبتشتغلي بعد غرزة الكلاستر سلسلتين، وبتقربي جوه كل سلسلتين بتشتغلي غرزة كلاستر من 3 أعمدة، بتاخدي من كل عمود لفتين وبتسيبي لفة، بيبقى عندك 4 لفات، بتاخدي ال4 لفات مع بعض وبتشتغلي بعدهم سلسلتين. وما تنسيش السلسلتين عشان هما دول اللي بيظبطوا معاكي في السطر اللي جاي. بعد كده بقى بتقربي بتدخلي جوه كل سلسلتين تشتغلي جواهم غرزة كلاستر من 3 أعمدة وبعدهم سلسلتين، وهنيجي نكمل مع بعض. بعد ما كررتي هنا بقى عندك 7 من غرز الكلاستر، 1 2 3 4 5 6 7، ما بين كل غرزة وغرزة سلسلتين، يعني قالوا معاكي 1 من غرزة الكلاستر سلسلتين عن السطر اللي تحت. بعد كده بتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3، وهنا بقى بتاخدي لفتين على الإبرة وتكوني مركزة كده ان الجزء ده بأعمدة بلفتين، هتدخلي جوه ال3 سلاسل وبتشتغلي عمود بلفتين، بتاخدي عدد لفاته كده على 3 مرات، لفتين لفتين لفتين، وبتشتغلي 3 سلاسل وبتاخدي لفتين على الإبرة وبتدخلي تاني جوه ال3 سلاسل تشتغلي عمود بلفتين، بتاخدي عدد لفاته كده على 3 مرات بالطريقة دي، تمام. وبتشتغلي بعد كده 3 سلاسل، وهو الجزء ده اللي بيتكرر معاكي من أول غرزة الكلاستر، تمام، لحد ال3 سلاسل. هتقرري كده وتبقي عامله حسابك ان الزاويه عندنا بأعمدة بلفتين، هتقرري كده ونيجي نقفل السطر مع بعض. اخر السطر بعد ما اشتغلتي غرزه الكلاستر السبعه في اخر السطر، هنا بتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3، وهتدخلي تقفلي منزلقه على رابع سلسله، هتعدي كده 1 2 3، وهنا هتقفلي على الرابع عشان احنا عندنا ده عمود بلفتين،
تقفلي كده على الرابع، وهيبقى عندك فاضل 3 سلاسل بعدها اللي هما الفرق ما بين العمود والعمود اللي بعده، وده كده شكل السطر السابع، وده هيبقى شكل المربع عندك، هيبقى ده كده الزاوية بتاعة المربع، تمام. وهتبقى الأناناستين بعد كده اللي في السطر الجاي هيتفرعوا معانا، الأناناستين هيبقوا ما بين الزاوية والزاوية. السطر الثامن أول حاجة هترتفعي 4 سلاسل، 1 2 3 4، ودول كده بنعتبرهم عمود بلفتين، واحنا هنا هنشتغل على أول عمود عمودين، فهتاخدي لفتين على الإبرة وهتدخلي على رابع سلسلة وهتشتغلي عليها عمود بلفتين، تاخديهم كده لفتين لفتين لفتين، يبقى احنا كده على أول عمود اشتغلنا عمودين. بعد كده بتشتغلي سلسلتين 1 2، وهتاخدي لفتين على الإبرة وجوه السلسلتين بتشتغلي عمود بلفتين سلسلة عمود بلفتين، فبتدخلي كده جوه ال3 سلاسل تشتغلي عمود بلفتين وسلسلة واحدة بس وعمود بلفتين جوه نفس السلاسل، تمام. يبقى على أول عمود اشتغلتي عمودين وبعدهم سلسلتين، أما جوه السلاسل اشتغلتي عمود سلسلة عمود والأعمدة هنا بلفتين، هتشتغلي بعد كده سلسلتين وتاخدي لفتين على الإبرة، وعلى العمود التاني بتشتغلي برضو عمودين، تشتغلي كده عمود بلفتين وتاخدي لفتين على الإبرة وتشتغلي العمود التاني، تمام. وده كده لما الجزء هيكرر معاكي هيكرر معاكي بنفس الطريقة كده، على أول عمود عمودين وبعد كده سلسلتين وجوه السلاسل عمود سلسلة عمود وبعد كده سلسلتين وعلى تاني عمود عمودين. بعد كده بتشتغلي 3 سلاسل 1 2 3، يبقى الفرق ما بين العمود أبو لفتين وما بين غرزة الكلاستر 3 سلاسل. هنا بقى هتدخلي تشتغلي على أول سلسلتين غرزة كلاستر من 3 أعمدة، والأعمدة هنا بلفة، يعني ما تتلخبطيش بقى وانت شغالة وتروحي عاملة الأعمدة بلفتين، تمام، أو تيجي في الجزء بتاع الزاوية وتعملي الأعمدة بلفة. بعد كده بتشتغلي سلسلتين وهتدخلي كده جوه السلسلتين تشتغلي تاني غرزة كلاستر، وانت خلاص كده عرفتي غرزة الكلاستر بتتعمل ازاي وسهلة عليكي. بتشتغلي بعد كده سلسلتين وبتشتغلي تالت غرزة كلاستر، تمام. يبقى احنا كده اشتغلنا 3 غرز كلاستر. بعد التالتة هتشتغلي 5 سلاسل 1 2 3 4 5، وال5 سلاسل دول هيفصلوا بين ال3 غرز كلاستر وال3 غرز كلاستر اللي بعدهم، عشان في السطور الجاية هيبقى عندنا الأناناسة دي هتتفرع لاتنين، هيبقى عندنا واحدة هنا وواحدة هنا. فانت كده بعد ما اشتغلتي ال5 سلاسل هتدخلي جوه السلسلتين وتكرري، وهنا هيبقى عندك 3 من غرز الكلاستر ما بين كل غرزة وغرزة سلسلتين، يعني زي كده، وده كده هيبقى الشكل عندك، هيبقى عندك 3 من غرز الكلاستر ما بين كل غرزة وغرزة سلسلتين، 5 سلاسل، 3 من غرز الكلاستر ما بين كل غرزة وغرزة سلسلتين. بعد كده بتشتغلي 3 سلاسل وبتكرري بقى اللي احنا اشتغلناه مع بعض، على اول عمود بتشتغلي عمودين وبعد كده بتشتغلي سلسلتين جوه ال3 سلاسل، بتشتغلي عمود سلسلة عمود وسلسلتين، وعلى العمود بتشتغلي عمودين. انا كده كررت الجزء اللي اشتغلته معاكي في اول السطر، كررته هنا عشان اوريكي برضو التكرار هيبقى ايه، التكرار هيبقى من اول غرزة الكلاستر لحد ال3 سلاسل، هو ده الجزء اللي هيكرر معاكي، وهنيجي نقفل السطر مع بعض. اخر السطر بعد ما اشتغلتي ال3 سلاسل هتدخلي كده على ربع سلسلة من سلاسل الارتفاع وهتقفلي بمنزلقة، تمام. وده كده شكل السطر الثامن، وزي ما انت شايفة في السطر ده الاناناسة بعد ما كانت واحدة بقوا 2، تمام. السطر التاسع اول حاجة هترتفعي 4 سلاسل، ودول كده بنعتبرهم عمود، واحنا هنا هنشتغل على اول عمود عمودين، فهتاخدي لفتين على الابرة وهتدخلي على ربع سلسلة من سلسل الارتفاع اللي بنعتبره عمود وبتشتغلي عمود بلفتين، هتاخدي لفتين على الابرة وعلى تاني عمود بتشتغلي عمود واحد بس. يبقى احنا كده اشتغلنا على اول عمود عمودين وعلى تاني عمود اشتغلتي عليه عمود، احنا عندنا هنا دي الزاوية والاعمدة فيها بلفتين،
هتشتغلي بعد كده 3 سلاسل، 1 2 3، هتاخدي لفتين على الإبرة وانت عندك عمودين بينهم سلسلة. على أول عمود هتشتغلي عمود، وبعده سلسلة، تاخدي لفتين على الإبرة وجوه السلسلة هتشتغلي عمودين ما بينهم سلسلة، يعني هتشتغلي عمود سلسلة وتاخدي لفتين على الإبرة وترجعي تدخلي تاني جوه السلسلة تشتغلي تاني عمود جوه السلسلة، تمام؟ وبعد كده تشتغلي سلسلة، تاخدي عمود، تاخدي لفتين على الإبرة وتشتغلي على تاني عمود، عمود بلفتين. يبقى احنا هنا الجزء اللي اشتغلناه ان احنا اشتغلنا على اول عمود من الاتنين عمودين، وعلى تاني عمود عمود واحد بس، فبقى عندنا 3 أعمدة. بعد كده اشتغلتي 3 سلاسل، وعلى العمودين اللي كانوا عندك في النص ما بينهم سلسلة جوه السلاسل اشتغلتي عمود على العمود وسلسلة، واشتغلتي جوه السلسلة عمود سلسلة عمود وسلسلة، وعلى العمود التاني اشتغلتي عمود. فكده بقى عندك في الجزء ده 4 أعمدة وتلاتة من السلسلة. بعد كده بتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3، يعني زي ما كان الفرق ما بين 3 أعمدة وأول عمود 3 سلاسل، هنا برضو هنشتغل 3 أعمدة بس هنشتغلهم ازاي؟ على أول عمود هتشتغلي عمود واحد بس، يعني احنا بنزود على الأعمدة اللي من بره، عمود ده كده من بره عندك هنزود على تاني عمود هنا، فهيبقى الزيادة عندك من الأعمدة اللي بره. تشتغلي على تاني عمود عمودين و3 سلاسل، و3 سلاسل دول بين الأناناسة وبين ال3 أعمدة، 1 2 3، تمام؟ زي ما انت شايفة كده ده الشكل عندك في الزاوية. هنا بقى الجزء اللي فيه الأناناس هيقل معانا عدد غرز الكلاستر، فهتشتغلي على أول سلسلتين غرزة كلاستر من 3 أعمدة وسلسلتين، على السلسلتين اللي بعدهم بتشتغلي غرزة كلاستر من 3 أعمدة. فكده بقى عندك زي ما انت شايفه كده قالوا معانا وبقوا 2 بس من غرزة الكلاستر وواحدة من السلسلة دي. بعد كده بتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، ودول هيبقوا فاصل ما بين الأناناسة والأناناسة. اشتغلتي 5 سلاسل هتدخلي جوه ال5 سلاسل تشتغلي حشو، 3 سلاسل حشو، تخلي الاتنين حشو كده جنب بعض، تمام؟ ده كده الشكل هيبقى جوه ال5 سلاسل اللي ما بين الأناناسة والأناناسة، اشتغلتي غرزة حشو 3 سلاسل غرزة حشو. هتشتغلي بعد كده 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وبتشتغلي بعد كده في الأناناسة رقم 2 بتشتغلي غرزة الكلاستر على السلسلتين وسلسلتين، وبتشتغلي غرزة الكلاستر التانية، تمام؟ وزي ما انت شايفه كده بقى عندك من هنا 2 من غرزة الكلاستر ما بينهم سلسلتين، ونفس الموضوع وما بينهم بقى عندك 5 سلاسل، وجوه ال5 سلاسل اشتغلت حشو 3 سلاسل حشو 5 سلاسل. بعد كده بتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3، وهتبدأي بقى تكرري نفس اللي اشتغلناه مع بعض. فالجزء اللي هيتكرر معاكي من اول 3 أعمدة كده لحد ايه، لحد ال3 سلاسل، هتكرري كده لحد اخر السطر. اخر السطر بعد ما اشتغلتي اخر غرزة كلاستر بتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3، وبتقفلي السطر على ربع سلسلة من سلاسل الارتفاع اللي بنعتبرها عمود بلفتين، بتدخلي كده وتسحبي اللفة وبتعديها من على اللفة اللي عليها، وده كده شكل السطر التاسع. السطر العاشر، وانت هتركزي معايا كده في السطر العاشر عشان ما تتلخبطيش فيه. اول حاجة احنا بنبدأ من الزاوية، والزاوية بأعمدة بلفتين، فانت في اول السطر بترتفعي 4 سلاسل، ودول كده بنعتبرهم عمود اشتغلناه على اول عمود من التلاتة. على تاني عمود بتشتغلي عمود واحد بس، فكده اشتغلتي عمودين، عمود على الاول وعمود على التاني. اما على العمود التالت فبتزودي وبتشتغلي عليه عمودين، 1 2، فاحنا كده زودنا على العمود التالت وبقى عندنا 4 أعمدة بعد ما كانوا 3 في السطر اللي تحت. هتشتغلي بعد كده 3 سلاسل، وال3 سلاسل دول فرق ما بين ال4 أعمدة وأول عمود هنشتغل. هتاخدي لفتين على الإبرة وانت عندك هنا 4 من العمود و3 من السلسلة،
هتدخلي على اول عمود منهم تشتغلي عمود وبعده سلسلتين، وانت عندك في الجزء ده كده الفرق بينهم بين الاعمدة هيبقى سلسلتين. هتاخدي لفتين على الابرة وهتدخلي جوه اول سلسلة تشتغلي جواها عمود بلفتين وسلسلتين. هتاخدي لفتين على الابرة وتاني عمود مش بتشتغلي عليه، بتدخلي كده جوه السلسلة رقم 2 تشتغلي جواها عمود وسلسلتين وعمود جوه نفس السلسلة اللي هي رقم 2. تمام، فكده بقى عندك 4 أعمدة ما بين كل عمود وعمود سلسلتين. هتشتغلي بعد كده سلسلتين وجوه السلسلة رقم 3 بتشتغلي عمود. تمام، يبقى سيبنا العمود رقم 3 ما اشتغلناش عليه واشتغلنا على طول على السلسلة. بتشتغلي بعد كده سلسلتين وعلى العمود الرابع بتشتغلي عليه عمود. زي ما انتي شايفة كده احنا بقى عندنا 6 من الأعمدة، 1 2 3 4 5 6، وبقى عندنا 5 من السلسلتين، 1 2 3 4 5. تمام، ركزي كده في الجزء ده عشان ما تتلخبطيش فيه. بين الأربع أعمدة وبين العمود كان 3 سلاسل، هنا برضو ما بين العمود وما بين الأربع أعمدة برضو هيبقوا 3 سلاسل، فهتشتغلي 3 سلاسل. واحنا هنا بنزود على الأعمدة اللي من جوه، يعني هنا زودنا على التالت، هنا هنزود على أول عمود قبلك. هتشتغلي على أول عمود عمودين، 1 2. تمام، أما على العمود التاني بتشتغلي عمود واحد بس، وعلى العمود التالت بتشتغلي عليه ايه؟ عمود واحد بس. احنا بنزود على الأعمدة اللي من جوه، وده الجزء عندك اللي هو عند الزاوية زي ما انت شايفة كده، ركزي فيه وتطبقيه زي ما هو كده. بعد كده الفرق ما بين الجزء وما بين العمود وما بين غرز الكراستر 3 سلاسل، هتشتغلي كده 3 سلاسل وهتدخلي تشتغلي غرزة الكراستر، وهنا قلت معاكي وبقت واحدة بس، يعني كده خلصت معاكي الأنانيس زي ما انتي شايفة كده، بقى شكل أنانيس. هنا بقى الجزء ده بيتكرر معاكي، فبتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وجوه ال5 سلاسل بتشتغلي حشو، 3 سلاسل حشو، و5 سلاسل، 1 2 3 4 5. ال5 سلاسل دول هيعدوا من فوق الحشو، 3 سلاسل حشو اللي في السطر اللي تحت، وتروحي على ال5 سلاسل اللي بعدهم تشتغلي حشو و3 سلاسل وحشو و5 سلاسل، 1 2 3 4 5. يبقى انت الجزء ده عندك بقى عبارة عن 5 سلاسل بعد غرزة الكلاستر، 5 سلاسل، وجوه ال5 سلاسل اشتغلت حشو، 3 سلاسل حشو، 5 سلاسل عدوا من فوق الحشو 5 سلاسل، واشتغلتش على ال5 سلاسل اللي بعدهم حشو، 3 سلاسل حشو، وبعدين 5 سلاسل، يعني عندك 3 من ال5 سلاسل. هتروحي بقى كده وتدخلي جوه السلسلتين ومتنساهمش عشان زي ما انت شايفة كده بيتداروا في الشغل، وتشتغلي غرزة الكلاستر، يعني بتقفلي الأناناسة التانية زي ما انت شايفة كده، اتقفلوا معانا وبقوا 2، بقوا واحدة اهي وواحدة اهي. هتشتغلي بقى 3 سلاسل، 1 2 3، وبتبدأي تشتغلي ال4 أعمدة، على أول عمود عمود، والتاني عمود، والتالت عمودين، وتكرري اللي احنا اشتغلناه مع بعض. يبقى الجزء اللي هيتكرر معاكي زي ما انت شايفة الجزء كبير معانا اهو، الجزء اللي هيكرر معاكي هو الجزء ده، هتكرري كده لحد اخر السطر، اخر السطر العاشر. بعد ما اشتغلتي ال3 سلاسل هتدخلي على ربع سلسلة من سلاسل الارتفاع وبتقفلي بمنزلق، وزي ما انت شايفة كده الأناناسة اللي بدأناها اتفرعت معانا وبقت 2، وفي السطر العاشر اتقفلت معانا، وده كده شكل السطر العاشر. السطر ال11 واحنا عندنا المفرش او الوحدة بتتكون من 4 أجزاء. تمام، فهو ده الجزء اللي بيتكرر معانا من اول الاعمدة لحد هنا السلاسل اللي بعد غرزة الكراستر اللي هي عبارة عن النساء، ده الجزء اللي بيتكرر معانا، وهو ده الجزء اللي بيكبر معانا في كل سطر.
وهو ده الجزء اللي انا بشتغله معاكي وانت بتكرري. فاحنا هنا عندنا في السطر ال11 السلاسل هتختلف ما بين الغرز وبعضها، فانت هتركزي معايا كده عشان لما تيجي تطبقيه يطلع الجزء معاكي مظبوط وما يطلعش مكشكش او يطلع واسع. اول حاجة هترتفعي 3 سلاسل، 1 2 3، واحنا هنرتفع 3 سلاسل عشان هنشتغل غرزة كلاستر من 4 أعمدة بنجمع فيهم ال4 أعمدة مع بعض، فأول عمود منهم بيبقى عبارة عن 3 سلاسل. هتاخدي لفتين على الإبرة وهنشتغل غرزة الكلاستر زي ما اشتغلناها هنا كده بس هنا من 4 أعمدة، يعني هتدخلي على تاني عمود هنا بقى العمود بلفتين، فبتاخدي منه لفتين لفتين وبتسيبي لفة واحدة بس، أيا كان عدد لفات العمود في غرزة الكلاستر بتسيبي منه لفة واحدة بس على الإبرة. فهنا بتاخدي عدد لفات على 3 مرات، ففي غرزة الكلاستر بتاخدي عدد لفات على 2 وبتسيبي اللفة التالتة. هتاخدي لفتين على الإبرة وتدخلي على تالت عمود، بتاخدي من العمود لفتين لفتين وبتسيبي لفة على الإبرة. هتاخدي لفتين على الإبرة وربع عمود بتاخدي منه لفتين لفتين وتسيبي لفة على الإبرة، وهنا هيبقى عندك 4 لفات عشان لفة العمود هي اللفة الأساسية، لفة أول عمود بتاخدي ال4 لفات كده مع بعض. يبقى احنا كده اشتغلنا على أول 4 أعمدة غرزة كلاستر من 4 أعمدة. هنا بقى الفرق ما بين غرزة الكلاستر وما بين غرزة الكلاستر اللي هنشتغلها على العمود دلوقتي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. يبقى الفرق ما بين غرزة الكلاستر اللي من 4 أعمدة وغرزة الكلاستر اللي هنشتغلها دلوقتي 5 سلاسل. هتاخدي لفتين على الإبرة، واحنا على كل عمود هنشتغل غرزة كلاستر من 3 أعمدة، والأعمدة هنا بلفتين عشان دي الزاوية. هتدخلي على أول عمود تشتغلي غرزة كلاستر من 3 أعمدة، تاخدي من كل عمود لفتين لفتين وتسيبي لفة، وتشتغلي تاني عمود تاخدي منه لفتين لفتين وتسيبي لفة، وتشتغلي تالت عمود تاخدي منه لفتين لفتين وتسيبي لفة. هنا بقى عندك 4 لفات على الإبرة عشان لفة أول عمود موجودة، تمام؟ فهتاخدي كده اللفات مع بعض. يبقى احنا كده اشتغلنا غرزة كلاستر من 3 أعمدة، أما في الأول اشتغلناها من 4. هنا بقى الفرق ما بين غرزة الكلاستر وغرزة الكلاستر اللي بعدها هيبقى 4 سلاسل. ركزي بقى، هنا كده كان 5 هنا 4، فهتشتغلي 1 2 3 4، بتاخدي لفتين على الإبرة وعلى تاني عمود بتشتغلي غرزة كلاستر من 3 أعمدة، تاخدي من كل عمود لفتين لفتين وبتسيبي لفة، وبتشتغلي ال3 أعمدة، وبعد تالت عمود بتاخدي اللفات الأربعة كده مع بعض وبرضه بتشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4، وتشتغلي على تالت عمود غرزة الكلاستر التالتة. يعني احنا بنشتغل على الأعمدة ما بنشتغلش على السلاسل، تمام؟ هتشتغلي غرزة الكلاستر التالتة من 3 أعمدة، 1 2، ده أول عمود خدنا منه لفتين لفتين وسيبنا لفة، وتاني عمود نفس الحكاية، وتالت عمود نفس الموضوع. يبقى احنا كده عندنا 4 لفات بتوع 3 لفات بتوع الأعمدة واللفة الأساسية، بتاخديهم مع بعض كده في سحبة واحدة. احنا على أول 3 أعمدة اشتغلنا 3 غرز كلاستر والغرزة من 3 أعمدة وما بينهم اشتغلنا 4 سلاسل، فبقى عندنا 2 من ال4 سلاسل. بعد تالت غرزة كلاستر هتشتغلي 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7، يعني كده اتقسموا معانا 2، تمام؟ بعد التالتة في 7 سلاسل مش 4، وتاخدي بالك كده وانتي بتطبقي عشان دي كده هتبقى الزاوية عندك. بعد كده عندك 3 أعمدة، بتشتغلي على أول عمود غرزة كلاستر من 3 أعمدة، والأعمدة بلفتين، بعد كده بتشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4، تمام؟ تركزي كده في الفرق السلاسل ما بين غرزة الكلاستر الجديدة الرابعة، بس احنا هنقول عليها الأولى لأن هي الأولى بعد ال7 سلاسل، ما بين الأولى والتانية هتشتغلي 4 سلاسل، وبعدين تشتغلي تاني غرزة كلاستر أول 5، تمام؟ وبتشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4، وبتشتغلي بعد كده غرزة الكلاستر الستة، تمام؟ نقول عليها الستة بقى عشان ما تتلخبطيش. بس احنا هنا قسمناهم يعني 3 وبعدهم 7 سلاسل وبعدهم 3 التلاتة التانية.
فانت كده ده الشكل عندي. اشتغلتي غرزة الكلاس طويلة من 4 أعمدة بعدها 5 سلاسل، واشتغلتي 3 غرز كلاستر ما بينهم 4 سلاسل، فعندك 2 من ال4 سلاسل. بعد غرزة الكلاستر التالتة بتشتغلي 7 سلاسل، وبعدين بتشتغلي 3 غرز كلاستر ما بينهم 2 من ال4 سلاسل، تمام؟ فعندك 4 من ال4 سلاسل وواحدة من ال7 سلاسل، وهنا بقى دلوقتي هيبقى عندك، هنكمل فهيبقى عندنا 2 من ال5 سلاسل. يبقى زي ما اشتغلتي بعد غرزة الكلاستر أم 4 أعمدة جيب 5 سلاسل، هنا برضو هتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وهتشتغلي على ال4 أعمدة غرزة كلاستر زي اللي اشتغلتيها في أول السطر. هتاخدي من كل عمود لفتين لفتين، وبتسيبي لفة وبتكرري ده 4 مرات، فبيبقى عندك 4 لفات بتوع الأعمدة واللفة الأساسية، فهنا بقى عندك 5 لفات. احنا في الأول كان عندنا 4 عشان لفة أول عمود كانت هي اللفة الأساسية، أما هنا عشان خاطر اللفة لفة أول عمود موجودة فبقوا 5. هتاخدي كده ال5 لفات مع بعض، وده كده الشكل عندك. فبقى عندك ما بين غرزة الكلاستر اللي من 4 أعمدة وغرزة الكلاستر اللي من 3 أعمدة هنا 5 سلاسل، وهنا برضو 5 سلاسل. احنا كده اشتغلنا الجزء اللي عند الزاوية اللي هو شكله كده، تمام. هنا بقى هنشتغل الجزء اللي هو الضلع نفسه اللي بيبقى فيه ايه، اللي بيبقى كان فيه الأناناسات. هنا بقى الأناناسات خلصت معاكي، فهتشتغلي بدل ما كنت بتشتغلي 5 سلاسل هنا 3 سلاسل وبعدها 5، هتشتغلي 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7. يبقى احنا هنا بعد غرزة الكلاستر اللي من 4 أعمدة بتشتغلي 7 سلاسل، يعني بعد ما خلصتي الزاوية بتشتغلي 7 سلاسل. هتسيبي بقى 3 سلاسل وبتسيبي غرزة الكلاستر اللي هي كانت بتاعة الأناناسة، وتدخلي جوه ال5 سلاسل بتشتغلي زي ما كنتي بتشتغلي هنا كده، حشو و3 سلاسل وحشو، تمام. هنا بقى الفرق في الجزء ده كان 5 سلاسل تحت، هنا هيبقى 7، فهتشتغلي 1 2 3 4 5 6 7، وهتدخلي جوه ال5 سلاسل تشتغلي غرزة حشو، 3 سلاسل غرزة حشو، و7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7، وجوه ال5 سلاسل اللي بعدهم بتشتغلي غرزة حشو، 3 سلاسل غرزة حشو، تمام. وهنا بقى بتشتغلي 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7، وبتبدأي التكرار. بتروحي على ال4 أعمدة تشتغلي عليهم غرزة كلاستر من 4 أعمدة وبتكرري. ونراجع برضو الجزء ده مع بعض زي ما راجعنا الزاوية كده، نراجع الجزء ده. الجزء ده بقى عندك فيه 1 2 3 4 من ال7 سلاسل، تمام. وبقى عندك فيه برضو من غرزة الحشو 3 سلاسل غرزة حشو، 3، 1 2 3، يعني زادوا واحدة عن اللي تحت، كانت واحدة وبعدين بقوا 2 وبعدين بقوا 3. فانت هتكرري كده من اول غرزة الكلاستر لحد ال7 سلاسل، وهو ده الربع، ربع الوحدة اللي بيتكرر معانا 4 مرات. بعد ما كررتي ووصلتي لاخر السطر واشتغلتي اخر 7 سلاسل، هنقفل السطر. هتقفلي السطر فين؟ هتقفلي السطر مطرح ما قفلتي غرزة الكلاستر اللي من 4 أعمدة، يعني هتدخلي كده مطرح ما جمعتي الأعمدة، وبتسحبي الخيط وبتعديه من على اللفة اللي على الإبرة بمنزلقة، وكده انت قفلتي السطر ال11. وده كده شكل السطر ال11، وانت بقى بتبقي مراعية عدد السلاسل والفرق ما بين الغرز وبعضها في السلاسل عشان ما يطلعش معاكي كده الأضلاع مش مظبوطة، تمام. انا كده اشتغلت معاكي لحد السطر ال11 من الوحده، بس هضطر اقسم الفيديو على جزئين عشان يبقى سهل في التحميل على النت. ان شاء الله في الجزء الجاي هكمل معاكي باقي الوحده وهوريكي طريقه التشبيك عشان لو حبيتي تعملي الوحده مفرش وحدات، وهنشتغل كمان كنار في الاخر عشان لو حبيتي تعملي مفرش وحدات، او حتى لو حبيتي تكملي الوحده دي بكنار في الاخر. وانت دلوقتي هتشتغلي في الوحدة، ولو هتعملي مفرش وحدات ممكن برضو تشتغلي كذا وحدة وتسيبيهم لحد السطر ال11، وان شاء الله لما نيجي نشتغل الجزء التاني تكمليهم. وان شاء الله نتقابل في الجزء التاني، ولحد ما نتقابل اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.